أهلا بكم. في اليوم 19 بعد 100 من الحرب خرجت اليوم الجمعة جميع مظاهرات بدول عربية دعما لغزة ومقاومتها وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للشهر الرابع، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلا وجرحا وسط اشتباكات عنيفة في مدينة خان يونس ومدينة غزة في خان يونس ومدينة غزة، بينما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على المناطق السكنية، ما أسفر عن شهداء جدد. ومنذ قليل قال مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، قال إن الأخيرة قد تواصل اليوم مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بشأن مبادرات إنهاء العدوان على غزة. وأضاف المكتب في بيان أن هنية والنخالة أكدا ضرورة أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال كل متطلبات الحياة إلى شعبه. ميدانيا وفي خبر عاجل منذ قليل قالت كتائب القسام أن مجاهدين أجهزوا على 15 جنديا صهيونيا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. وأضافت كتائب القسام دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية فبراير الجاري. وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة إكس، إذا ظل التمويل معلقا فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير. وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا واليابان قد أعلنت وقف تمويلها للوكالة مؤقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في 7 من أكتوبر. وقبل أيام وجهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم، وأعلنت الأونروا على إثر ذلك أعلنت إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق. ومزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من القدس كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. سيد كاظم مرحبا بك، وهذا الإعلان من جانبكم عن توقف خدمات وكالة الأونروا المقدمة في قطاع غزة في حال استمر وقف الدعم المالي المقدم من قبل هذه الدول بنهاية هذا الشهر، ما هي التفاصيل المتاحة بشأنه؟ مساء الخير. نعم، يعني هو يعني أنا لم أكن حتى أتصور أن يصل الحال بوكالة الغوث أنها يعني تعلن فعلا أنها بصدد وعلى وشك أن توقف عملياتها إذا ما استمر الحال هذا، حال توقيف أو تعليق الدعم المالي من كبار المانحين. حقيقة هذا القرار اللي جاء على عجل يعني أدى إلى فجوة مالية مقدارها 440 مليون دولار. وبالمناسبة مجموع ما كان يصلنا من 16 دولة التي أعلنت عن تعليق دعمها، ما وصلنا منهم في 2023 هو 840 مليون دولار. فقرار التعليق يدخلنا في فجوة مالية حقيقة حتى الآن ب 440 مليون دولار، وكنا نتوقع منها من ال 440 مليون كنا نتوقع 213 أو أكثر من ذلك بقليل مليون تصلنا في الربع الأول من هذا العام، ما بين الربع الأول والعام والربع الثاني. فإذا كل هذا يعني لم يعد لدينا ما يكفي من السيولة إلا حتى نهاية شهر فبراير هذا الذي نحن فيه. بعد ذلك إذا استمر الحال على ما هو عليه، بالفعل كما أعلن سعادة المفوض العام على منصة إكس، أنه قد نضطر بالفعل آسفين إلى وقف عملياتنا، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في كافة مناطق عملياتنا الخمسة. طيب يعني سيد كاظم، هذه الاتهامات التي وجهت إليكم في الأونر وأنتم أكدتم أكثر من مرة على اتخاذ المسارات الرسمية وعلى أن ذلك لا يمثل الأونر وإصرار عدد من الدول المضي قدما وراء المزاعم الإسرائيلية، هل هناك أي تواصل على مستويات مختلفة لوقف هذه العمليات، عمليات التعليق المتعلقة بتمويلكم؟
بكل تأكيد، يعني لدينا كل أنواع التواصل مع كافة الأطراف، يعني بلا كلل ولا ملل نتواصل مع هذه الدول، وكذلك أيضا هناك الأمين العام للأمم المتحدة، يعني حتى على أعلى مستوى يجري التواصل بهدف يعني دفعهم أو ثنيهم عن الاستمرار في قرار التعليق هذا. يعني لا نحاول جاهدين، يعني هناك بعض المؤشرات الخفيفة جدا، مثلا من خلال تصريحات وردت على لسان مسؤولة أمريكية، هناك تصحيح للمسار من جهة المسؤولين الفرنسيين. يعني نحاول وسنبقى نحاول حتى تؤتي يعني أكلها هذه المحاولات، لأنه ليس لدينا بديل. يعني كما هو معلوم، وكالة الغوث في خدماتها تعتمد تقريبا بشكل حصري على ما تقدمه الدول المانحة، فإذا قررت هذه الدول نفسها أن تعلق أو توقف هذا الدعم، فالنتيجة ستكون كارثية على مئات آلاف الأطفال والناس واللاجئين، بل ملايين اللاجئين من رعاية صحية وتعليم ومساعدات نقدية وطرود غذائية وغيره. ولكن بشكل أكبر وبالأخص قطاع غزة طبعا هو الذي سيتضرر، لأنه هذا القرار جاء في وقت غاية في الحساسية، لدرجة أني يعني شبهته بأنه أقرب ما يكون إلى الضرب القاضية بصراحة. هناك من قرأ هذا القرار وتحديدا في ظل هذا التوقيت أنه نوع من أنواع الردود على قرار محكمة العدل الدولية، وكأنها حركة للانتقام من الأونروا التي اعتمدت محكمة العدل الدولية على كثير من تقاريرها بخصوص تدهور وكارثية الوضع داخل قطاع غزة. هل تعتقدون في ذلك؟ يعني لا أدري الحقيقة إن كان هناك، يعني لماذا الانتقام؟ يعني كل ما فعلناه أننا نقدم خدماتنا وفق ولايتنا ونوثق كل ما جرى معنا على الأرض في قطاع غزة. يعني خسرنا 152 من زملائنا ورأينا بأعيننا، وليس فقط الأمر، وكل المؤسسات صرحت تصريحات وثقت وكل شيء استخدم في محكمة العدل الدولية. لماذا الانتقام من الأمر؟ لا، الحقيقة هو أن الأمر كان هناك دائما محاولات مستمرة قبل 7 أكتوبر بكثير بإنهاء عملها، لأنها في الحقيقة تمثل الشاهد على أنه لا يزال هناك شيء اسمه قضية فلسطين، لا يزال هناك شيء اسمه لاجئ فلسطيني، لا تزال الأمر وتذكر العالم بمسألة 48 التي بالنسبة للفلسطينيين تعد هي النكبة، ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي هي قيام الدولة. فهذا بحد ذاته حسب ما يرى البعض قد يكون مزعج بما يكفي للجانب الإسرائيلي للقيام بمحاولات مستمرة منذ وقت طويل، منذ سنوات، لإنهاء عمل الأمر. طيب، هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأونروا لهذا النوع من الضغط، ربما هذه تعتبر الأشد نظرا لطبيعة الظروف الحالية وحجم أو عدد الدول التي أعلنت تعليق تمويلها، ولكن هل هناك أي مسارات أخرى للعمل عليها خلال هذا الوقت الضيق لاستبدال الدول التي أعلنت عن تعليق تمويلها بدول أخرى عربية مثلا؟ يعني نعمل في كل الاتجاهات سيدتي حقيقة، يعني بالفعل نطرق كل الأبواب، ليس نحن فقط وإنما المفوض العام وزملائنا في العلاقات الخارجية والأمين العام، نحاول ثني الدول المانحة عن هذا القرار، ولكن أيضا نطرق أبواب الدول العربية ونطرق أبواب الدول التي لم تنحى يعني نحو بقية الدول الأوروبية في وأمريكا في قرار تجميد أو تعليق الدعم. يعني نطالبها مثلا إذا أمكن أن تزيد من الدعم، أو إذا كان مخطط لها أن تدعمنا بمبلغ معين في السنوات القادمة نطلب منها أن تبكر هذا الدعم، وهكذا. يعني هي محاولات في كل الاتجاهات، يعني نأمل حقيقة أن ننجح أيضا مع الدول العربية في أن يعني أن يتدخلوا بشكل سريع لإنقاذ الموقف، لأن الوقت الآن هو غاية في الحساسية كما قلت. يعني ليس هذا الوقت أبدا لإضعاف وكالة الغوث على الإطلاق، بل هو الوقت الحقيقة لتقوية وكالة الغوث، لأنه هي تعد شريان حياة بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين وبالأخص طبعا في قطاع غزة. طيب سيد كاظم، في ظل هذه الجهود الحثيثة التي تقومون بها، يعني هل هناك أي ردود إيجابية حتى اللحظة مع الوضع في الاعتبار؟ أن تذكر لنا أيضا ما المتبقي لدى الأونروا، وإلى أي مدى يمكن لهذا المتبقي أن يكفي حتى ولو قمتم بضغط أنفسكم وبتقليل المساعدات القليلة بالأساس؟ يعني علينا أن نتذكر سيدتي أن الأونروا عادة تعاني من عجز مالي مزمن، لأنه هناك دائما ازدياد مهولة في أعداد واحتياجات اللاجئين كما ونوعا، ويقابلها طبعا ازدياد أحيانا في الدعم من الدول المانحة، ولكنه ازدياد لا يرتقي ل يعني مستوى يمكننا أن نستجيب لكافة احتياجات اللاجئين، فنحن أصلا في عجز مالي، ثم أضيف لهذا العجز المالي هذه الضربة الأخيرة، ضربة 440 مليون دولار، هذا في التقديرات
يعني في التقديرات الأولية. بالنسبة للمتبقي لدى وكالة الغوث، قلت في بداية المداخلة لدينا ما يكفي من السيولة حتى نستمر في تقديم عملياتنا وخدماتنا حتى نهاية هذا الشهر. لا يوجد لدى الأمر أي احتياط مالي، هي أول بأول ما نأخذه ونستلمه من الدول المانحة نقدمه ونترجمه فورا على شكل خدمات. إذا لم يعني يحصل يعني تحصل معجزة ويحصل تدخل سريع من أي طرف كان، فالحقيقة نتجه على ما يبدو باتجاه ذلك النفق المظلم الذي نرجو من الله أن لا نصل إليه. طيب، هذا التعليق حصل بناء على الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة الأونروا، وعلى الرغم من إعلان الأونروا بفتح تحقيقات ودعم الأمم المتحدة للوكالة بشكل كامل فيما يتعلق بفتح هذا التحقيق وقيام الأونروا باتخاذ الإجراءات المتعلقة بفصل هؤلاء العاملين الذين تم اتهامهم. هل هناك نتائج خلصتم إليها للرد على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي؟ هل تم إطلاع هذه الدول التي علقت تمويلها بناء على هذه الاتهامات على نتائج هذه التحقيقات، أم أنها ما زالت على هذا القرار واستبقت بالأساس مسألة التحقيقات؟ يعني مسألة الاستباق هذه الحقيقة هي ما يجعلني أعتقد أن القرار جاء يعني إلى حد ما يعني سريع أو أقول متسرع، وكان ينقص المزيد من التروي حتى نكون يعني واقعيين. هذا جزء من طبيعة صحة العلاقة ما بيننا وما بين الدول المانحة، نشكرها في يوم على ما تقدمه من دعم، ولكن أيضا لا نتوانى عن انتقادها إذا ما ارتأينا يعني أنها تعجلت في بعض القرارات وهذا منها. بالنسبة لمسألة التحقيقات، التحقيقات بدأت بالفعل، ليس لدي التفاصيل لأن من يجري التحقيقات هو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة كلها، وهي مكتب خدمات التحقيقات الداخلية. هؤلاء أناس مستقلون مهنيون محترفون موجودون في نيويورك، بدأوا بالفعل مسألة التحقيق. هي حتى الآن لا تزال ادعاءات، يعني نقلها لنا الجانب الإسرائيلي، بالمناسبة لم يصلنا أي شيء مكتوب حتى الآن بشكل رسمي من الجانب الإسرائيلي، ولكن ارتأى سعادة المفوض العام أن يأخذ قرار استباقي لما رأى هو أنه من المصلحة العليا لوكالة الأونروا التي تحرص جدا على أن تنأى بعامليها عن أي شيء من شأنه أن يفسر على أنه اختراق لمبادئ الحيادية، وهي أهم مبادئ العمل الإنساني. ولهذا بالضبط، لأننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، يعني نرانا نعمل بنجاح وإلى حد ما بأريحية حتى بين طرفي نقيض وفي مناطق الصراع. طبعا إذا كان العمل للمجال الإنساني في مناطق الصراع فهو بالتأكيد لا يخلو من بعض الأخطار والمخاطرة، هذا معروف يعني بداهة في مجال العمل الإنساني. ولكن بالنسبة للاتهامات، بالنسبة لنا نحن في وكالة الغوث، هي حتى الآن ادعاءات واتهامات، لدينا جسم في الأمم المتحدة يحقق بها، ثم بعد ذلك لكل مقام مقال. نعم. طيب، سؤالي الأخير إليك سيد كاظم، وهو بخصوص هذا الإجراء الذي تم اتخاذه من هذه الدول وتعليقه. يعني ماذا بعد هذا الشهر؟ إن لم يكن هناك تمويل، إن لم يكن هناك إمكانية لتعويض هذا النقص، ما الذي سيحدث لمليونين وثلاثمائة ألف في حالة كارثية داخل قطاع غزة، بما أنكم أنتم الذين تعملون بالجهد الأكبر داخل القطاع، ما الذي سيحدث لهم؟ يعني هذا هو الكابوس الأكبر. بالمناسبة ليس فقط لمليونين وثلاثمائة ألف إنسان في قطاع غزة، أنا عندما نتحدث عن احتمالية وقف عملياتنا مع نهاية الشهر إذا استمر قرار التعليق، نتحدث عن وقف عملياتنا في كافة مناطق عملياتنا، يعني في كافة الأقاليم، يعني نتحدث عن كابوس مرعب لملايين من اللاجئين الفلسطينيين. ولكن كما قلت طبعا غزة هي المتضرر الأكبر، يعني حتى لو جرى الحديث مثلا، من أسهل الحديث والقول بأنه سننقل خدمات الوكالة إلى مؤسسة أخرى، أي مؤسسة هذه التي بإمكانها أن تسد مكان وكالة الغوث الدولية؟ حتى منظمة الصحة العالمية قال رئيسها، قال لا يمكن لأي مؤسسة أن تسد مكان الأمر، ونحن هناك منذ 70 عام، لدينا أسطول من المركبات ولدينا مئات من المرافق ونقدم خدمات لملايين من الناس. يعني مسألة يعني تكلفة مسألة نقل خدمات وكالة الغوث، هذا على فرض أنها نجحت، يعني هي أقل بكثير من تكلفة إعادة أو التراجع عن قرار تعليق الدعم المالي للوكالة. شكرا جزيلا سيد كاظم أبو خلف، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، لك جزيل الشكر.